سبق لفتنا الانتباه على وجه السرعة انه في زماناتهم الماركسيين، الماركسيين كانوا لما بدهم يفسروا تاريخ مجتمع يفسروه وفق النظرية الماركسية، وفق النظرية الماركسية، طيب على فكرة احتاروا في موضوع يفسروا نشوء الاسلام. طب نشوء الامبراطورية الرومانية او الامبراطورية الفارسية او 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 او, أو كانوا يعطوا تفاسير لها علاقة لما طب مسألة الاسلام. لذلك في بداية الخمسينات من القرن الماضي عقد مؤتمر في موسكو، مؤتمر استشراقي متعلق بالماركسيين، ودرسوا نشأة الاسلام. لما درسوا نشأة الاسلام على أساس يعطوا تفسير، التفسير منين بدهم يجيبوه؟ من أرض الواقع. كيف نشأ الإسلام؟ من أرض الواقع. كانت النتيجة ما يلي: يستحيل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رجل واحد. اثنين، يستحيل أن يكون في الجزيرة العربية. طب احنا بنعرف أنه رجل واحد وفي الجزيرة العربية، ليش يقولوا هم مستحيل؟ بيقولوا مستحيل لأنه مش قادرين يفسروا في النظرية الماركسية كيف نشأ الإسلام. ما يقدروا. هاي عندنا التاريخ، هاي لحد اليوم واقع الجزيرة العربية. بلاش اليوم يا أخي، للخمسينات قبل ما يظهر البترول أو قبل بشوية شو كانت الواقع في هذه البلاد. في حضارات في العراق، وفي حضارات في الشام، وفي مصر، وفي كذا، في مكة. وإيش فيه في مكة؟ إيش فيه كان حتى في عصور الإسلام كمان يعني. ها، إذن من هون في أطراف كثيرة معنية تقول إنه الرسول مش أمي. المستشرقين والمبشرين مفهوم. ما هو إحنا عشان سبق ذكرنا، بديش أرد أكرر الكلام ذكرناه سابق في محاضرات سابقة، هذه المسألة كان ممكن أستفيض فيها بس مش قصدي أستفيض فيها.